باستثناء هذا الطريق لا يوجد في هذه المنطقة ما يدل على الحياة فإنما اتجهت ستجد كل شيء خارج نطاق التغطية ففي هذه البيوت المكونة من سعف النخل والغارقة في رمل شواطئ التحيتة بمحافظة الحديدة تعيش ما يقارب الثلاثة آلاف أسرة في قرى محرومة من الخدمات العامة لا مدرسة لا تعلم للطلاب لا حاجة احنا خلقنا أمي ونخلق أمي بعدني الوضع الصحي متدهور بشكل غير مسبوق، فالوحدات الصحيه لم تدخل الى هذه المناطق منذ عقود، وتشهد قرى الغويرق والحيمه والذكير والبقعه والسقف انعداما في الامن الصحي وقدره شحيحه على توفير الاحتياجات الغذائيه الاساسيه في ظل انتشار لسوء التغذيه وامراض اخرى كالجرب وشلل الاطفال. نحتاج الى توفير خدمات في الصحه، توفير خدمات للتعليم. توفير خدمات برضه في العنايه المركزه للمرض الخطير او بيئه منتشره في هذه المناطق فهذا وضع ماساوي والصوره تحكي وتؤبر عن نفسها. التعليم ايضا لا يكاد يذكر فمنذ قيام ثوره سبتمبر 1962 لم تنشا هنا سوى مدرسه وحيده في قريه الحيمه بالتحيتة لكن الحرب الاخيره دمرتها. <applause> ما فيش مدرسة. مدرسة تعب طيب. مدرسة. لا يحلم أطفال التحيتة بغير مدرسة بسيطة تنمي عقولهم ومستشفى يعالجهم من الأمراض. لكنهم مع ذلك متمسكون بأمل تغيير وضعهم الكارثي الذي يشابه زمن ما قبل سبتمبر.